بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2015 بيبر 3 فاريانت 2 بيقول لي السؤال الأول: An experiment is carried out to find the acceleration of free fall. A strip of paper is attached to a heavy object. The object is dropped and falls to the ground, pulling the paper strip through a timer. The timer marks dots on the paper strip at intervals of 0.020 seconds. Figure 1.1 shows a section of the paper strip with the first three dots marked. The first dot on the paper strip labeled A is marked at the instant the object is dropped. حبايبي تعالوا نفهم القصه دي. مبدئيا اللي هو بيتكلم عليه ده هو حاجه اسمها تيكر تيب. ايه موضوع التيكر تيب؟ التيكر تيب يا اولاد هو وسيله ان انا اعرف السبيد بتاعت الاشياء. يعني زي مثلا انا عايز اعرف السبيد بتاعت الترولي دي، بنلزق فيها شريط ورق، شريط ورق خاص على فكره، يعني مش انا اللي بعمله، لا هو شريط خاص، شريط ورق خاص. شريط الورق ده يا ولاد بيعدي بحاجه اسمها تيكر تايمر. ايه التيكر تايمر ده؟ فيها دبوس كده او قلم بينزل ينقط نقطه in equal time intervals، في الغالب بتبقى 0.02 سكند زي ما السؤال بيقول. تمام. بعد ما الجسم بيشد الشريط بيقعد الدبوس ده او القلم ده ينقط ينقط ينقط، باخد الشريط ده وبدرسه. فالشريط ده بيطلع شكل، يعني مثلا شايفين الشكل ده مثلا؟ ده لو لقينا الشريط بالشكل ده يبقى معناه ان الترولي كان نازل بكنس سبيد. تمام؟ طيب الشكل ده كان معناه ان الترولي بيأكسلريت، لان في الاول المسافات كانت صغيره، وبعدين المسافات بدات ايه؟ ما تنساش ان التايم ايكوال، يعني التايم من هنا لهنا ايكوال التايم من هنا لهنا، التايم ما بين النقطه دي والنقطه دي ايكوال التايم ما بين النقطه دي، فده معناه ان التايم ايكوال بس الديستنس بتزيد، يبقى ده معناه انه بيأكسلريت، ده اكسلريشن. ده معناه ديسلريشن، بيبطئ، لانه في البدايه كانت المسافات بعيده وبعدين المسافات قربت، يبقى ده معناه ان الجسم ده ايه؟ بيبطئ. ده معناه كونستنت سبيد برضه، بس الكونستنت سبيد اللي هنا ابطا من الكونستنت سبيد اللي هنا. يبقى الخلاصه ان انا عندي شريط ورق بدرس بيه الموشن بتاع الاوبجكت. طب انا عملت ايه هنا؟ رحت جايب التيكر تايمر ده، ورحت جايب جسم وسايبه يقع، والتيكر تايمر عمال تيك 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 ينقط على الايه؟ على الورقه دي ان ايكوال تايم انترفلز. طبعا احنا عارفين ان كل حاجه بتقع باكسلريشن ديو تو جرافيتي ايكوالز 10 متر بير سكند سكوير اكوردنج تو الاو ليفل بتاعي. طبعا هي انا عارف ان في ناس بعد كده هتقول لي لا 9.81، والله انا عندي في الاو ليفل هي 10. فهتبص تلاقي ازاي ان السبيسنج يا اولاد الاول كانت قريبه، وبعدين بدات تبعد اكتر تبعد اكتر. ليه؟ لانه اكسلريشن. ده يا اولاد ملخص بسيط لفكره التيكر تايمر او التيكر تيب اللي الراجل بيتكلم عنها هنا. الراجل مبدئيا بيقول لي state how the dots on the paper strip show that the object is accelerating. هتقول له بكل بساطه dots become further apart أو spacing between dots increases. دي إجابة السؤال. تمام؟ طيب الراجل بيقول لي في أول 0.20 seconds احسب الـ average speed. حبايبي أدي هو الراجل قال لي إن ده أول حاجة. فدي أول 0.20 seconds. إحنا مش اتفقنا التايم ما بين الدوتس إيكوال، المسافات هي اللي مش إيكوال. فالراجل بيقول لي احسب الـ average speed. والله أنا عندي الـ V average إيكوال total distance على التوتال تايم. تمام. طب ليه بتقول توتال ديستنس؟ حبايبي الجسم بيأكسلريت، يعني خلال الفتره دي السبيد مش كونستنت ولا حاجه، وكمان خلال الفتره دي السبيد مش كونستنت ولا حاجه، انا جاست بحسب افريج سبيد للمنطقه دي وافريج سبيد للمنطقه دي. تمام. فبالنسبه للديستنس في المرحله الاولى هي 0.0019. طب التايم ما بين دوت ودوت كام يا اولاد؟ التايم ما بين دوت ودوت هو راجل قايل لي في السؤال ان هو 0.020 seconds، يبقى هنقول له 0.020 seconds. حضرتك لو حسبت الحسبه دي بكل بساطه هتطلع معايا 0.095. انا حاسبها من قبل كده، فانا جاست بس بنقل الاجابه من ورقه جنبي 0.095 متر بير سكند. جميل جميل جميل. والله انا عايز بقى الافريج سبيد في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في السكند 0.02 سكند. حبايبي ادي السكند 0.2 سكند اللي هي من هنا لحد هنا. طب بصوا بقى، لان هنا في حاجه مش حلوه.
ال 0.0076 سكن دي المسافة دي كلها، ودي 0.09، يبقى انا لو عايز الديستنس دي لازم اطرح ده ماينس ده، لو عملت ده ماينس ده يطلع يا اولاد هيطلع 0.0057 متر. يبقى هحسبها بنفس الطريقه، افريج سبيد ايكوال توتال ديستنس على توتال تايم، هيطلع لي كالاتي 0.0057 ديفايدد باي برضه 0.020. لو حسبنا يا محترمين دي هتطلع لي رقم اللي هو 0.285. انا لازم احتفظ بالرقم ده يا ولاد، وبفضل انك تحتفظ بيه على الكالكيليتر عشان لو احتجته في كالكيليشنز بعد كده، وانا فعليا هحتاجه. تمام. بس انا لما هكتب يا ولاد ما تنساش ان دي تو سيجنيفيكانت فيجرز ودي تو سيجنيفيكانت فيجرز، فاللي يطلع لازم يكون 0.29 متر بير سكند. ده جاست احتراما للسيجنيفيكانت فيجرز اللي هو في السؤال.